بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحج كسب للدنيا بالآخرة كما هو كسب للآخرة بالدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليقصد هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دينا أو دنيا إلا أعطاه منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخره له منها. فهنا أنت تخسر لكي تكسب، وتهبط إلى الوديان لتعرج إلى السماوات، وتتواضع لله لكي تدخل في ملكوته. هنا تحصيل للشيء بما هو نقيض له، وذلك سر آخر من أسرار الحج. الحج انغماس في بحر رحمة الله وغفرانه، فأنت ضيف الله تنزل في بيته بدعوته، طالبا منه عفوه وعطفه وعطوفته. أنت محتاج، وهو جواد كريم، وليس من عادة الكريم أن يستضيف أحدا في داره ثم يمنعه عطاياه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الحاج والمعتمر وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة. في الحج إلغاء للأغيار لرؤية الملك الجبار، ولسان عباده الأخيار: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هنا تلمس جبروت الله وكبرياءه كما تلمس رحمته وغفرانه، فتراه معك أينما تحل وترحل، بعيدا في قربه وقريبا في بعده، تحس به في خطرات الظنون بعيدا عن لحظات العيون. أنت في الحج تكتشف أنك مجرد صفر، لكنك صفر إلى جنب الواحد الأحد، ومن خلال ذل العبودية تشعر بعزة الربوبي. بالحج يستضيف الرب عباده بلا تمييز، وأي عبد أراد أن يتميز على غيره بشيء إنما يرتكب خطيئة كبرى يبطل بها حجه، أو لا بد أن يدفع عليها الكفارة. هنا تتعلم أن التمايز الحقيقي بالجوهر وليس بالمظهر، وأن أي شيء لا يمس القلب فهو سراب وخيال وقبض الريح. هنا القلوب هي الموازين، لا الأموال ولا الأولاد ولا المناصب ولا العشائر، فكلكم من آدم وآدم من تراب، والأكثر التصاقا بالتراب وأكثر تواضعا لله هو الأعظم عند ربه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحج إلغاء لجبروت المال ولسطوة القدرة ولغرور العلم. هنا أفضل الناس أخشعهم لا أقواهم، وأحسن الناس أتقاهم لا أغناهم، وأعظم الناس أطوعهم
لا أكبرهم. هنا تطبيق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالمعادلة في الكون واحدة، إن للكون ربا واحدا ولا يملك ما عداه إلا العبودية له. في الحج تفقد الألوان معناها، وتفقد الامتيازات قيمتها، وتفقد الوجوه تميزها، فالعمائم والتيجان تتساقط على الأرض أو يخفيها أصحابها كأنها عار عليهم لا فخار لهم. ففي الحج يتساوى الناس أمام الله، وما يميزهم ليس ما يرى بالعين بل ما لا تراه العيون. الامتياز هنا فيما لا يرى وفيما لا يقال وفيما لا يوصف. هنا أمر مختلف عن كل أسفارك، فأنت في كل رحلاتك خلال العام تبحث عن شيء يرتبط بمصالحك أو بملذاتك أو بشيء ما يرتبط بدنياك، أما ما يرتبط بقلبك فلا وجود له في أسفارك. أما هنا فأنت تبحث عن شيء واحد هو ما يرتبط بقلبك وتهمل كل ما عداه. يظن البعض أن الحج رحلة استثنائية وحالة شاذة في حياتنا، حيث يتغير فيها كل ما تعودنا عليه، ابتداء من تغير العادات والأعمال والمواقف والحركات، وانتهاء بتغيير المواعيد والأوقات، حيث أن الحجاج يحكمون الوقت بحركاتهم ولا يحكم الوقت حركاتهم. فالحج في نظر هؤلاء حالة شاذة، أن تجلس على الأرض، أن تنام على الأرض، أن تأكل ما يقدم لك، أن تتغير مواعيدك، هذه حالة شاذة. لكن الأمر ليس كذلك. الحج كما هو رحلة إلى الحقيقة فهو عودة إلى الطبيعة. فما نعيشه في أوطاننا وبيوتنا تزوير في تزوير على طبيعتنا، لكننا تعودنا عليه فاعتبرناه حالة طبيعية. ترى من أين جاءت سلطة البشر على البشر؟ من أين جاءت امتيازات القوة والسلطان؟ ومن أين التمايز في الألوان والأجناس والأعراق؟ ألسنا نولد حفاة، عراة، غرلة؟ لا فرق بين مولود ومولود، ثم يلف المولود في خرقة، ثم تتحول الخرقة إلى ثوب، ثم يتمايز الناس بالثياب أو يتمايزون بانتماءات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم ينقسمون إلى ملوك ورعايا وأمراء وشعوب وعلماء وعامة وأغنياء وفقراء، ثم يموتون ويعودون إلى ما كانوا عليه حفاة وعراة. لا تلفهم إلا خرقة ولا تميزهم الألقاب والأسماء والانتماءات. هذه هي الحالة الطبيعية، وهذه هي حالة الناس في الحج، عودة إلى ما خلقنا الله عليه ورجوع إلى المساواة كما أرادها الله في خلقه. فيعود الملك واحدا من الناس كما هو في حقيقته، ويعود الزعيم واحدا من الرعايا كما هو في حقيقته، ويعود العالم واحدا من العام كما هو في حقيقته، بلا امتياز للملوك على الرعايا ولا للعلماء على العام ولا للأغنياء على الفقراء. هذه هي الحالة الطبيعية التي نسيناها في حياتنا اليومية. إن الحضارة القائمة أعطتنا البنايات وسلبت منا السلامات، وأعطتنا الاختراعات وسلبت منا السعادات،
وأعطتنا التجملات وسلبت منا العدالات، فافترقنا عبيدا وسادات، وشحذت فينا الشهوات، وأنسدنا عبوديتنا لرب الأرض والسماوات. ولكن في الحج نعود إلى حقيقتنا، مجرد عبيد مربوبين لا علاقة بيننا وبين ربنا، وهو الملك المالك الأول الآخر الظاهر الباطن، إلا علاقة العبد بسيده وعلاقة المملوك بمالكه. فالله وحده له الجبروت وله الكبرياء والملكوت، أما غيره فعبد بين العبيد ومحتاج بين المحتاجين. لقد جئت إلى بيت الله لكي تضيع نفسك، فإذا ضيعت نفسك وجدت ربك، فإذا وجدت ربك وجدت نفسك. أنت في غير هذا البيت تتعامل مع نفسك كأنك محور هذا الكون، والأمر الوحيد الذي لا يغيب عنك ولا للحظة واحدة هو ذاتك. أما في الحج فأنت تضيع ذاتك، وهذا هو المطلوب، لأنك إن لم تضيع ذاتك لن تجد ربك، وإن لم تجد ربك لن تجد نفسك. الحج دعوة عظيمة لأمر معظم من رب عظيم، فالإنسان مع ضحالة قدره مدعو للقاء الله في داره، وله فرصة أن يحظى بتجلي ملك الملوك له، وتحصيل نظرة كريمة يستكمل بها الكرامة عنده. لقد ميزه ربه بالعقل والاختيار، وزوده بالفطرة والإرادة، ودعاه إليه ليكون ملكا عند ملك الملوك. ومع قطع النظر عن ذلك، فإن في الحج لذة لا مثيل لها ولا نظير، وهي لذة ذكر الله وتسبيحه وتهليله، وهي اللذة التي يجدها أهل الكرامة يوم القيامة من ربهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من الناس فيتجلى لهم ربنا بنوره، ويشرق لهم ببهائه، فيخرون سجدا لمدة 15,000 عام. هذا في صحراء المحشر، هذا في يوم القيامة، يخرون سجدا لمدة 15,000 عام، في حين أن غيرهم من المؤمنين قد دخلوا الجنة وسكنوا القصور وعانقوا الحور، وينشغل أولئك الساجدون بذكر الله وتسبيحه، فيأتيهم النداء من الله أن قوموا ادخلوا الجنة التي أعدها الله لكم، فيقولون: يا ربنا إنما نحن فيه من لذة أعظم مما في الجنة. هذه هي لذة ذكر الله التي بها يترك أولئك المؤمنون الحور والقصور، ويستمرون في السجود 15,000 عام. لا يدرى أمن سني الدنيا هي أمن سني الآخرة. هذه هي اللذة التي تشفي الآلام وتنسى الشهوات. لقد استضافنا الله وجردنا من ثيابنا، وحسر عن رؤوسنا، ومنعنا شهواتنا، ليطهر بذلك أرواحنا، ويسقينا شرابا طهورا من ملذات معرفته. الصلاة حيا